طبعا الحي هو أكبر من أن يعني يصور بهذه الطريقة. وهنا سنقف على طرف الحائط، يعني التجاوز والخطوات السريعة نجد التقدم. طبعا كما نرى بيوت بالكامل محروقة جراء القصف، حي بالكامل مهجور. هذا الحي الثاني بعد الذي رأيناه. البنية التحتية أيضا مضروبة، كل بناء البنية التحتية قد تم تدميره من قبل أصحاب الأسد، كهذا البناء طبعا اللي نلاحظ هنا كتيبة الهندسة كما ذكرت أنفا. ممنوع تجاوز هذا الحي من هذا الطريق حصرا خوفا من القنص والقصف. هذه كتيبة الهندسة، القناصين متواجدين في الكتيبة. سأضطر حاليا أن أقوم بزيادة السرعة والركض خوفا من طبعا القناصة، وربما يتم استهداف هذا المكان بعد رؤيتي من قبل عناصر الشبيحة والأسد. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله حاليا انتقلنا للحي الثاني ايضا مهجور اثر قصف. ما تزال طبعا عدا عن هذه الأبنية التي كان هناك العديد من الموظفين في هذا المكان يعتاشون منه، كذلك السيارات الخاصة المدنية تم قصفها طبعا أثار الشظايا كما نرى، والقصف استهداف المدنيين. حجة النظام دائما أن هناك إرهابيين. هذه الجولة لحد الآن كلها لبيوت مدنيين، بيوت فعلا قد دمرت وهجر أهلها جراء هذا القصف والقتل والتدمير. حاليا كما نرى في كل مكان دمار. مدينة الرستن بالفعل تعاني من حصار خانق وشديد جراء هذا الدمار الكبير والهائل. نحن ننقل لكم الصورة الحقيقية لما يحدث في مدينة الرستن من أثار الدمار والقصف اليومي المتواصل. طبعا طيران الميج له بصمات في هذه المدينة، كما نرى أحياء بالكامل مدمرة. عدد سكان مدينة الرستان أكثر من 80,000. إذا أخذنا على نطاق هذا الحي الذي ببداية التصوير وهذا الحي وهذا الحي وهذا الحي
بمعدل تقريبا حوالي 60% من سكان مدينة الرستن هم خارجين عن بيوتهم وأحيائهم ومنازلهم جراء هذا القصف اليومي المتواصل على المدينة. لا أدري أينما ذهبت بالكاميرا، أرى خرابا ودمارا، طبعا جمالية أي مكان هي أن يحضر سكان هذا المكان بشوارعها بألعاب أطفالها بأصواتهم حتى ببكائهم. افتقدنا هذا الشيء في هذه الحياة. حسبي الله ونعم الوكيل. كانت الحياة تنبض في هذا المكان وفي كل مكان في مدينة الرستن. الشوارع مقفرة خالية من سكانها، خاوية على عروشها، محال تجارية مدمرة، كما نرى. انتقلنا للحي الثالث. طبعا طول كل شارع من هذه الأحياء بشكل طولي يقدر بحوالي 4 كيلومتر. طبعا ذكرنا طيران الميج. طيران الميج قام بقصف هذه الأبنية. بناء دمار. هجرة كاملة للسكان من هذه الأبنية. استهداف المدارس، المحال التجارية، طبعا هنا أتوقع إمكاننا أن نتحدث بذاك العجوز في هذا الحي المدمر أيضا. طبعا لكل شخص ظروفه ومصاعب في هذه الحياة. فمدينة الرستن تعرض لقصف صاروخي مدفعي هاون، طيران ميج، براميل من المروحيات. السلام عليكم. شلونك يا حجي؟ يعني شايفين هون المنطقة كلها مدمرة. السؤال هون، أنا شايف إنه هو البيت الوحيد اللي عندك هون، مثل عامل له هيك تنظيفة قدام باب الدار. لا أنا بقايم قاعد هون. أنا عملت زيارة على عدة أحياء طبعا خاصة المنطقة الشرقية. إيه. ما في بشري موجود. لا في عائلة يمكن. عائلة واحدة. طيب أنت هون شلون أنت غادر، يعني قادر أنت بحالك بروحك؟ أنت شايف إنه مكان مدمر طبعا هذا المكان. أنا ما طلعت برا خالد. نعم. ما طلعت من أول حوادث لهلق ما طلعت برا. والحمد لله ساتر الله، الدار تدمرت الأول مع الثالث. حتى البيت عندك تدمر. كله هاي الطابق الفوقاني خالص. طابق خمس غرف راحت. كله وتحت منطبق، كل شيء بقول لك النساق كله لو بصاير. ما خلى شيء وراه. شيء وراه ما ظل.